بكم في الجزء الثاني من المحاضرة. هنتكلم بقى في الجزء ده عن بقية التوتوريال، بقية التدريب ازاي هنبدأ بقى ان احنا نكسر الحاجات دي بشكل واقعي شوية، انها تنزل تتكسر على الارض، ده غير كمان حركة الكاميرا والتحكم في الداينامكس. اول حاجة انا عايز البيسز دي تتكسر كمان بشكل اصغر من كده، تمام، او ان انا اخد اكبر قطعة فيها، يعني مثلا اروح لفرنت عشان تبين اكتر، عايز اخد قطع كبيرة اشيل الفراكتشر، اعتقد القطعة دي كبيرة نطلعها برا. تمام، او مش هطلعها بره، هنعمل كنترول زد هدخلها جوه تاني. تعال نعمل منها كنترول و نطلعها بره، كنترول واسحب عشان نطلعها بره بالشكل ده كده. برضو في قطعة كبيرة، برضو كنترول ونطلعها برا. لا دي اللي تحت، كنترول ونطلع برا كده. انا طلعت 3 قطع، المفروض ان هم اول ما يخبطوا في الارض يحصل لهم عملية التكسير. ناخد التلاتة دول ونروح لموجراف فراكتشر اوبجكت وندخلهم جوه فراكتشر اوبجكت. دي هنسميها كولايدنج بيسز او القطع اللي هتصطدم بالارض. رايت كليك موجراف تاج واقول له ريجيد بودي، والتريجر هخليه اون كوليجن في حاله التصادم. طيب في برضو حاجه ان انا عايز اخد التلاتة دول واروح لبلجنز اكس بريكر، وشوفوا بقى روعه الاكس بريكر. الاكس بريكر لو شاف ان البيسز اللي هيتم عليها التكسير جوه فراكتشر اوبجكت هيكسرهم جوه نفس الفراكتشر اوبجكت ده، وهيلغي لك المود بتاع الداينامكس وهياخد المود اللي انت حاطه في ريجيد بودي. هاخد دول واقول له مثلا كسرها لي ل 15، تمام، وممكن اعمل توزيع عشوائي، تمام، او ما هي له بريك ناو. زي ما انتوا شايفين كسرها للقطع اللي قدامنا دي. طيب نرجع الموجراف تاج واقول له اون كوليجن. طيب المفروض ان دي عشان تقع لازم حاجة تخبط فيها. ممكن بلاش اون كوليجن ونخليها ات فيلوسيتي بيك، خلاص، عشان اخليها زي الداون بيسز، او اسف هخليها immediately، وهوريكم بقى ازاي ان احنا نتفادى الحتة اللي انتوا شايفينها دي. يعني مش من اول ما اعمل كده تقوم جاية مكسرة وقع. طيب هتفاداها ازاي؟ شوف دلوقتي اللي هيحصل ان انا هعمل حاجة اسمها custom initial velocity. لو ضغطت عليها كده ده بيدي دفعة للجزيئات بتاعة الفراكتشر اوبجكت انها تمام تتحرك بشكل عشوائي حسب ما انا احد. يعني هقول له مثلا روح على الاكس بالمقدار ده وعلى الواي علي شوية، بص كده الفرق، شفت التناصر او الانفجار حدوده بقت لغاية فين. نفس القصة على الزد، بس انا عايزها تيجي في وش الكاميرا، اخلي بالسالب كده
او اصبح الارتطام عليك. نفس القصة في الاجيولار فيلوسيتي اللي هي بداية الانفجار، هخليه برضو بصوا كده لما ازود دي ايه اللي هيحصل عشان تبقوا عارفين برضو. تمام، نفس القصة في دي، نفس القصة بصوا في اللينير لما زودتها قوي على الاكس، شفتوا راح ناحية اليمين، ازود دي بحيث انها تيجي على الشاشة. تمام، طبعا القيم دي انت بتغير فيها براحتك زي ما انت عايز. برضو لغاية دلوقتي احنا ما تفاديناش حتة ان هي تتكسر في اول ما نبدأ شغل. دي بقى تفاديها منين؟ هنيجي عند edit project settings mood dynamics. المود داينامكس دي اللي بتتحكم في اي حاجه فيها داينامكس جوه السين عندك، ان كانت تشتغل او ما تشتغلش، او انها تشتغل بطيء او بسرعه او تقف خالص. الكلام ده كله من خاصيه اسمها تايم سكيل. خلاص، وكمان الجرافيتي دي عايز اوريكم ايه اللي هيتم. خلي بالكم هي انا 1000، طب لو انا خليتها 0 بصوا اللي هيحصل. طب ايه رأيكم بقى نشتغل في الكلام ده كله بانيميشن؟ هنخلي التايم سكيل بزيرو كده، مفيش حاجة هتحصل. تمام، طيب الاول نخلي ده 300، نزود شوية. بعد كده تعالوا نعمل حركة بالكاميرا، وليكن نحط فري كام، ومن من الاريز نحط نال اوبجكت، نسمي النال ده كام كنترولر، ونسحب الكاميرا جواه. تمام، مبدئيا انا عايز الكاميرا تبقى في نفس المكان بتاع النل، فهرجع النل لورا شوية وهاخد الكاميرا ده النل وده الكاميرا، ومن الكوردز بتاعت الكاميرا هودي الكاميرا للنل بالشكل ده كده عشان تبقى فوق النل بالظبط. تبقى كده ادي النل، تمام، ادي الكاميرا اخليه عند العدسة بتاعتها كده. اخد بقى شكل المسقط بتاع الكاميرا وابدأ احرك النل براحتي زي ما انا عايز بالشكل ده كده. طيب تعالوا نعمل انيميشن بسيط. لو انا لفيت النل، خلي زيرو، حدد حرف، تمام، واروح للنال اوبجكت، تمام، ونلف الكاميرا بالشكل ده كده. تمام، طيب تعالوا عشان تبقى مظبوطه عن كده نروح ل نل وندخله جوه كنترولر، نسميه تارجت، ونروح للكاميرا رايت كليك سينما 4D كاجز، وناخد تارجت، واخد النل ده احطه في التارجت. اصبح كده الكاميرا واخده التارجت ده كنقطه هدف. ابدأ ارجع كده تمام، واخد الكاميرا بالشكل ده كده، او التارجت بقى
بتاعها بالمنظر ده كده. طيب أبدأ أعمل بقى روتيشن. تمام، رايت كليك واحط كي فريم، ورايت كليك كي فريم، ورايت كليك كي فريم، واروح مثلا عند 100 واعمل روتيت للكاميرا كده مثلا، ورايت كليك واقول له اد كي فريم، ورايت كليك اد كي فريم، ورايت كليك اد كي فريم. كده يبقى احنا عملنا الروتيشن اللي احنا شايفينه ده. طيب نيجي بقى بعد كده لازاي ان احنا نعمل بقى البالت تايم. تمام بالشكل ده كده. نقفل بقى الكنترولر مؤقتا ونروح عند Edit Project Settings. شوفوا بقى، انا من هنا عايز التايم سكيل بصفر. طيب يبقى ممكن كنترول واضغط احط كي فريم وامشي مثلا كده قيمة بتاع 70 فريم ولا حاجة، وبرضو احط كي فريم عند التايم سكيل بصفر. خلي بالك برضو كنترول وكليك، اروح لفريم واحد بس واخلي دي بواحد، كنترول كليك، وبصوا اللي هيحصل. تمام تاني اهي. تمام قوي كده. طيب لو انا عملت كده وحبيت اوقفها يعني ستوب، طيب هروح على التايم سكيل. تمام كنترول كليك. تمام واجي مثلا بعدها بواحد اتنين تلاتة اربعة خمس ستة سبعة تمانية تسعة عشرة واخليها زيرو بالشكل ده كده. بصوا بقى تمام، هنسيبها شوية واقول لكم على حاجة بقى كمان احسن. انا هاجي عند الفريم رقم 100 واروح لكاميرا، هي كده مظبوطة اهي. تمام هاجي مثلا عند 120 واعمل روتيشن وزوم اوت، رايت كليك كي فريم، رايت كليك كي فريم، رايت كليك كي فريم. بصوا كده بقى. تمام طيب هو كده عند 120. نرجع تاني لإيديت بروجكت سيتنجز. تمام هو كده واخد زيرو، خلاص هو كده خد الصفر هنا اهو بالظبط عند الفريم 100. الكاميرا بعد كده لفت عند 120. نثبت التايم سكيل بزيرو، والفريم اللي بعده على طول
نخلي التايم سكيل بواحد، تمام. وخلوا بالكو هرجع للفريم اللي قبله تاني واخلي الجرافيتي بصفر. الفريم اللي بعد كده اللي التايم سكيل فيه بقى بواحد، الجرافيتي تبقى بألف، ونحط كي فريم. بصوا كده، استنوا بس عشان تشوفوها بشكل احسن. متهيألي الإفكت شكله حلو. طيب تعالوا بقى عشان نكمل بقى الشغل بتاعنا للآخر، نشيل كل الخامات دي، تمام، أو كنترول زد هنخليها علشان هعمل لها استبدال. يعني انا عندي هنا دي الانسايد والاوتسايد، دول الاتنين دول، تمام. يبقى دي هنخليها داون انسايد، ودي الداون اوتسايد. بالنسبة لدول برضه هما، وبالنسبة لهما هما. اذا انا هشيل كل ده وهسيب بس الاتنين دول زي ما هما كده. هروح للداون انسايد، هما كلهم يبقوا خامة واحدة على فكرة. هخلي الكلر اسود، و ريفليكشن، واحط الفرنل عشان الريفليكشن يبقى شكله واقعي شويه. واللي هعمله شيل الداون او ما تشيلهاش. بص، كل اللي تعمله اضغط على الت واسحب دي جوه دي كده، هيبدل كل الخامات ب الخامة دي. فاضل بس التكست نفسها، مش مشكلة، نسحب دي على النل بالشكل ده كده بحيث انها تنزل على التكست. فاضل ان احنا نحط سكاي، وان احنا نعمل ماتيريال للسكاي، نسميها سكاي مات، دبل كليك، واروح ل color، اخلي الكالر لونه ابيض، واقوم حاطط دي على السكاي بالشكل ده. نيجي بقى على الخامة دي، لا دي مش هنعمل فيها حاجة. نيجي على الفلور، هنحط لها الشيدر. ليه؟ الشيدر هيخليها تتحكم في الانعكاس جوه الفلور وعلى الحواف. هحط الدانل، هغير لونها من احمر لابيض. السبيكلر هسيبه، ده هخليه ابيض باهت شوية، وده هخليه ابيض. هقلل بس الانتنسيتي، هخليه 20. الريفليكشن هقول له ديستنس، لا مش هقول له ديستنس، هقول له الايدج انتنسيتي هرفعها شوية. ليه؟ لان انا مش عايز يبقى في فرق بين الارض وفي بين السكاي. الفرق ده هيبان لو كانت درجة الانعكاس على حواف الارضية مش عالية، فانا هسيبها 60، ويمكن كمان تعليها اكتر من 60 تدي معاك نتيجة احسن. هسحب الدانل دي احطها على الفلور، تمام، بالشكل ده كده. طبعا احط لايت، وليكن مثلا اريا لايت،
اظبط الاريا لايت من الفرونت، اوسع المجال بتاعه شوية، بعد كده اسحبه لقدام والفوق، اخلي ده برسبكتيف مؤقتا، واعمل له روتيت عشان الظل، اتجاه الظل، ارجع الكاميرا، نجرب نعمل رندر، بس ننشط الامبيانت، قصدي اسف، الجلوبال الومينيشن، ونخليه اير بلس كيو ام سي، هو ده بيرندر اصلا. انا مش عارف ليه بصراحة، بس انا حاولت ان انا اجرب الفرق بين الستيل ايمج والكيو ام سي، لقيت الكيو ام سي بيدي سرعة اكتر في الرندر، ونخلي دول بلو ونعمل رندر. طبعا ده شكل الرندر، تمام، طبعا هيتظبط شوية. نيجي على الفلور ريفليكشن، يعني نرفع الانتنستي بتاعتها شوية، وليكن نخليها 20 عشان تعكس بشكل اوضح. وكمان في حاجة، الكاميرا نفسها ارفع التارجت بتاعها لفوق شوية واجرب، تمام. اللايت نفسه جنرال، شادو اخليه شادو ماب سوفت، دي الفلور مظبوطة مفيش مشكلة. السكاي الكالر، السبيكولر مش عايز سبيكولر في السكاي، انا عايز كالر بس. تمام، نمشي كده نشوف. تمام جدا، في حاجة الانعكاسات هنا عايز ان انا ارفعها بعض الشيء واجرب، ايوه اعتقد ده شكل احسن. تمام، طبعا انت بقى اعمل زي ما انت عايز، جرب قيم تانية، اعمل انيميشنز تانية، يعني المجال مفتوح لك تعمل اللي انت عايزه. ده كان حاجة بسيطة من اللي ان شاء الله هنقدمه بعد كده. كان معاكم مهندس احمد عبد الرحمن رياض، شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.